السر جمال الكوريات. مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي واحبائي بالله. اولا تدليك الوجه، يجب عليك تدليك وجهك بالبخارة اثناء عملية الاستحمام بحركات دائرية باصابعك مثلما تفعل معظم الكوريات ومشهور لديهم. وايضا عليك ان تبدأي من الجبهة ثم بعظام الوجنتين وبعد ذلك عظام الخدين وحتى نصل إلى عظام الفك. فالتدليك ينشط الدورة الدموية ويعطي نضارة كبيرة للبشرة. وأيضا تستطيعين بتدليك أيضا وجهك بمنشفة ناعمة مبللة بالماء الساخن كل يوم، وأيضا بحركات دائرية لطيفة بالاتجاه إلى الأعلى. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة أعزائي بالله.